نجم الشباب يقود بجنون، بورشا بطلة الماضي والحاضر، ختام بطولة جي تي أكاديمي، فيتارا في فقرة تور درايف، تسريب صور كيا بيكانتو، قريباً قيادة المرأة في السعودية. الخير. تعالوا نبتدي حلقتنا النهاردة بمجموعة من الأخبار المحلية والعالمية. شركة نيسان عملت أول خط إنتاج مصغر لصناعة العربيات في مصر وشمال أفريقيا في مدينة كيدزينيا في مصر. نيسان وكيدزينيا احتفلوا بالشراكة الجديدة من نوعها واللي هتستمر لمدة 5 سنين. حضر الاحتفال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت ومؤتمن دعادر رئيس مجلس إدارة شركة إدراك ورئيس كيدزينيا مصر ومجموعة كبيرة من ممثلي الشركتين. تحت شعار من الماضي للحاضر، نظمت شركة بورشا سادس احتفالية من استعراض بورشا ساوند نايت، واللي بتستعرض فيه الشركة تاريخها العريض والكبير في رياضة العربيات. الاحتفالية السنة دي شاركت فيها 11 عربية مختلفة، بالإضافة لعدد كبير من سواقين عربيات سباقات بورشا الحاليين والسابقين، ومجموعة كبيرة من المهندسين من الشركة. الاحتفالية أقيمت في مركز بورشا للتطوير في مدينة فايزاخ وحضرها أكثر من 1000 ضيف. صورة جديدة تسربت على الإنترنت لوش العربية كيا بيكانتو، وده كان من خلال موقع كيا وورد المفترض أن يتم طرحها رسمياً في الأسواق السنة الجاية. واضح من الصورة أن بيكانتو الجديدة هيكون فيها شبه كبير من طراز ريو الجديدة، بالإضافة لأن العربية هيكون حجمها أكبر وقاعدة عجلات أطول. بيكانتو الجديدة هتتعرض في معرض جنيف اللي هيقام في مارس السنة الجاية. المكسيكي جوني جوانزي هو اللي فاز بلقب بطولة جي تي أكاديمي 2016 اللي بتنظمها نيسان، بعد ما فاز في النهائيات اللي أقيمت الأسبوع اللي فات في حلبة سيلفرستون بإنجلترا. جوني اللي عمره 22 سنة قدر يفوز على 35 متسابق تانيين من كل أنحاء العالم عشان يمثل نيسان في سباق هانكوك 24 ساعة اللي هيقام في مدينة دبي، وده هيكون معيان ماردن برو الفائز باللقب في سنة 2011. مجلس الشورى في السعودية بيناقش حالياً قضية قيادة المرأة للعربيات، وبيناقش كمان إزاي يتم تهيئة الظروف المناسبة اللي تساعد الستات إن هم يسوقوا فيها عربياتهم. الهدف منه هو مناقشة المجلس لمسألة سواقة الستات في السعودية، هو تخفيف العبء على الأسر السعودية في التنقل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف استخدام السواقين الأجانب للمملكة واللي بتوصل لحوالي 1 مليار ريال شهرياً. في تور درايف النهارده معانا عربيه وقع في حبها من اول نظره الكبار وكمان الشباب، هيقدمها لنا النهارده خبير الجراج حسام سليمان. عربيتنا النهارده ليها تاريخ طويل جدا في مصر، وفي ناس كتيره جدا اشترتها، وفي ناس اكتر كانت تتمنى تركبها. وعلى فكره انا شخصيا اتسالت على الموديل ده والعربيه دي كتير قوي. عربيتنا النهارده هي سوزوكي فيتارا. سوزوكي فيتارا زي ما كلنا عارفين هي عربية SUV مدمجة في الحجم، وأول ظهور ليها كان سنة 1988، وبسبب النجاح العالمي الكبير اللي حققته العربية استمر إنتاجها ووصلت حالياً لجيلها الرابع اللي تقدم في معرض باريس 2014، وهو نفس الموديل الموجود معنا النهاردة. العربية الفيتارا من يوم ما نزلت عربية فعلا شبابية وعملية في نفس الوقت، ولو جينا اتكلمنا على الديزاين بتاع العربية هنلاقي الخطوط المستقيمة المستخدمة المكون منها الكيرف اللي واخد وش العربية كله. تعال بقى كمان نتكلم، هتلاقي عندك اوبشن مهم قوي الروف راك اللي موجود على سقف العربية اللي بيساعدك انك تركب الشبكة. طبعا مش زي زمان انك كنت بتجرح سقف العربية، دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير،
وده هيساعدك انك تخزن جواه كل الامتعه بتاعتك خصوصا وانت مسافر. وفي نفس الوقت في اوبشن عجبني قوي، السقف البانوراما اللي بيفتح بالكامل في العربيه، وده مش موجود في عربيات كتير. والعربيه الفيتارا 2017 متوفره بالوان كتير جدا، تقدر تختارها بلون سقف اسود او لون سقف ابيض. تعالوا بقى نتكلم على الاكسدام. الاكسدام بينزل بثلاث الوان، وهتلاقي كمان في فتحتين مسؤولين عن تهويه الريديتير، واحده صغيره وواحده كبيره، وده مخلي شكل العربيه مختلف شويه. في كمان هنا الدي لايت اللي موجود بالطول، مع انه في اغلب العربيات موجود بالعرض، بس برضه ده مخلي شكل العربيه مختلف. اهم حاجه بقى موجوده في اكسدام العربيه الباركينج سنسور اللي موجود على المستوى ده، عشان يساعدك انك تحس باي حاجه في المستوى الواطي خصوصا وانت تركن العربيه. مساحه شنطه العربيه 375 لتر، وعلى فكره دي مساحه صغيره، بس ما ننساش وجود الروف راك على سقف العربيه معوض معاك المساحه دي. وفي نفس الوقت كمان تقدر تتني الكنبه الخلفيه توصل معاك لحوالي 710 لتر. وفي هنا كمان مساحه تخزينيه اضافيه موجوده تحت اول رف، وبعدين هتلاقي الاستبن بتاع العربيه. اما بقى لو جينا اتكلمنا على التصميم في ظهر العربيه، هنلاقي ان في حاجه متشابهه مع وش العربيه، وجود الاكسدام الخلفي برضو ثلاث الوان، لكن الفرق ان ظهر العربيه معتمد اكتر على الخطوط الحاده، وده واضح في الفوانيس. وبيضيف للاحساس ده الخطوط الحاده نسبيا والمتحدده بوضوح، وكمان السبويلر الفوقاني في نهايه السقف، وشكل موزع الهواء اير ديفيوزر الموجود تحت الاكسدام. طول سوزوكي فيتارا 4 متر 17، وعرضها 1.77 متر، وارتفاعها 1.61 متر، وطول قاعدة العجلات 2.50 متر، والخلوص من الأرض 185 ملي، وبيبلغ وزن العربية الإجمالي طن 185. من خلال تجربتي للعربية الفيتارا، أولا في إحساس لطيف جدا إن أنت أول مرة أو من المرات القليلة انك تبقى راكب عربيه 1600 اول ويل درايف. ومن ضمن كمان الاوبشنز اللي موجودين في العربيه جنود سبور 17 بوصه، وفوق لايتس اماميه وخلفيه، ومرايات جنب كهرباء، واضاءه LED مع تحكم في الفوانيس الاماميه، ومشغل اسطوانات CD مع وصله AUX USB، ونظام بلوتوث لتوصيل التليفون، ومساند راس اماميه وخلفيه، وازاز كهرباء امامي وخلفي مع تحكم من لمسه واحده، وريموت كنترول مع سنتر لوك للابواب، وتحكم في ارتفاع كرسي السواق، وفرش جلد للكراسي، وزرار ستارت وستوب لتشغيل الموتور، وسقف بانوراما، وكمبيوتر رحلات، وكروز كنترول، ودريكسيون مالتي فانكشن. وهنلاقي الكونسول اللي في النص مترتب بطريقه منظمه، وفي اغلب التجهيزات الرئيسيه علشان يقدر السواق انه يوصل لها بسهوله جدا. انا شايف كمان بالنسبه لسواقتي للعربيه ان العربيه ناعمه جدا في المطبات، ودي حاجه مهمه جدا بالذات في الطرق في مصر. موتور سوزوكي فيتارا 1600 سي سي رباعي الاسطوانات 16 صباب، بيدي قوة 120 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، وبيتصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات ونظام دفع رباعي 4x4. وفيتارا بتحتوي على تانك بنزين سعته 47 لتر، وبتحقق معدل استهلاك وقود اقتصادي ومتوسط 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، والعربية بتعتمد على بنزين 92. لما نيجي بقى نتكلم على وسائل الامان في العربيه دي هشرحها لكم باستفاضه. الاير باجز الاماميه، ونظام منع انغلاق الفرامل ABS، ونظام تحكم الكتروني في الثبات ESP، وتوزيع الكتروني لكوت الفرامل EBD، ونظام انذار ضد السرقه، وباركينج سنسور خلفي، وغيرها كتير.
خلاصة الموضوع، اسم كبير، تاريخ طويل، أوبشنز كتير، وشكل جديد. وعلى فكرة أهم حاجة فعلاً بتميز العربية إن سعرها مختلف تماماً عن كل الأسعار والعربيات الموجودة في مصر دلوقتي. لاحقاً جيل جديد من ميني كونتري مان وسكودا أوكتافيا بنسخة معدلة، أطلس أحدث إبداعات فولكسفاجن، تسلا تنافس أوبر. أخيراً قدمت الجيل الجديد من طراز كونتريمان اللي بيعتبر الأكبر والأكثر عملية من ضمن الطرازات المختلفة اللي بتقدمها الشركة. العربية اتعمل ليها تعديلات كتير جداً في أحدث أجيالها، سواء على مستوى سعة المساحة أو التصميم أو التجهيزات الفخمة. العربية الجديدة كمان بتتميز بمعدل استهلاك بنزين أقل من أي عربية تانية في نفس الفئة. سكودا عرضت النسخة المعدلة أو الفيس ليفت من الجيل الحالي لموديل أوكتافيا المعروف. العربية بتعديلاتها الجديدة هتتقدم رسمياً نهاية السنة دي، وبتتميز بتصميمها الأمامي والخلفي المختلف نسبياً عن الشكل الموجود حالياً، ده غير أنها تكون مزودة بأنظمة جديدة ومتطورة لدعم القيادة وحلول ترفيهية واتصالات وتجهيزات بتتقدم لأول مرة. فولكس فاجن كشفت عن عربية جديدة تماماً من فئة الكروس أوفر اسمها أطلس. العربية الجديدة هتتقدم رسمياً في سنة 2018، هي عربية لسبع ركاب وفيها ثلاث صفوف كراسي، وهتكون مزودة بموتور VR6 سعته 3600 سي سي، بالإضافة لموتور أربع اسطوانات تيربو سعته 2000 سي سي، وكمان هتوفر نظام دفع الكلي الاختياري 4Motion اللي بيتكيف حسب ظروف السواقة المختلفة. شركة تسلا بتخطط لمنافسة أوبر في مجال عربيات الأجرة، لأن شركة أوبر مؤخراً دخلت مجال العربيات ذاتية القيادة أو العربيات اللي بتسوق نفسها. تسلا اللي بتعتبر من أشهر الشركات المنتجة لعربيات الكهرباء الفخمة جداً، ناوية أنها تقدم عربية أجرة ذاتية القيادة في سنة 2017 عشان تنافس بيها أوبر، اللي بتخطط هي كمان أن كل عربياتها تكون بتشتغل بنظام القيادة الذاتية قبل سنة 2020. سيدات هارلي ديفيدسون، ايوه ده اسمهم، اتجمعوا يوم السبت اللي فات وساقوا مع بعض عشان يساندوا قضيه تهم كل مصريه وكل مصري. احنا النهارده جايين عشان نساند بريست كانسر اويرنس، نعمل توعية للناس عشان سرطان الثدي. عملنا رايد حلوة جدا، بنات بس طبعا، ومعانا طبعا اخواتنا الولاد بيساندونا معانا على الطريق عشان برضو يأمنونا. احنا النهارده متجمعين عشان مدعمة بهية وللتوعية عن سرطان الثدي، وعاملين رايد كل الجروب بتاع الهارلي عشان الكوز بتاع الرايد. رايد مع بعض كلنا ستات، اعمارنا كلها مختلفه، كلنا عايزين ان احنا نعمل مسانده لمنظمه بهية، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها لهم. الحقيقه انا مش رايدر، بس انا جايه لان انا يعني مريت بالظرف ده قبل كده في حياتي، واحب انصح كل ست ان لو جرى لها كده ما تقلقش وما تخافش، الحمد لله وتحمد ربنا لان ده حاجه بسيطه ونقدر نتعالج منها ونقدر نعيش حياتنا طبيعيه. النهارده انا معاكم مع الستات الجميله اللي في مصر اللي قررت ان هي تحب الحياه، وطلعنا بنساند بهية توعية للبراس كانسر، ولازم كل ست تعرف ان صحتها مهمة جدا وان الحياة حلوة جدا وان احنا لازم كلنا نساند بعض. طبعا دي حاجة بالنسبة لنا حاجة كويسة جدا ان احنا كوميونيتي زي دوت اللي هم اللي بيسوقوا بايك في مصر، خصوصا الفيميل بايكرز يكونوا معانا، واللي هم يمشوا من اول الزمالك لحد اكتوبر وهم حاطين البينك ريبنز، دي حاجة أكيد طبعا بتخدم
الأهداف بتاعة شهر أكتوبر بالنسبة لمؤسسة بهية. تعالوا نشوف عربية كلاسيك وعمرها ما هتبقى كلاسيك مع إلهام عزت. عملاق في تاريخ العربيات، ديزاين ما حصلش قبل كده، حلم ناس كتير قوي. عربية في الإنتاج دخل على 50 سنة أو ممكن تكون عدد 50 سنة بنفس الاسم، حلم شباب ومراهقين وكبار وعواجيز. عربية باختصار أسطورة في عالم العربيات. بورش كاريرا 911 المعروفة بالكود 930 أو الموديل ده تحديداً معروف بالكود 930. 930 اتعملت من سنة 75 لسنة 89 اللي هو الشكل ده تحديداً. العربية اللي معانا نجاح مستمر لحد النهاردة، العربية لسه بتنتج باسم 911، يمكن بتتمتع بنفس الأوتلاينز أو نفس الخطوط بتاعة الكلاسيك 911 اللي احنا شايفينها النهاردة. بورش كماركة أو كمصنع سيارات طول عمرها معروفة أنها بتعمل عربيات رياضية، إنما الكاريرا أو الـ 911 تحديداً وبالذات الـ 930 طول عمرها على منصة الفوز في كل أنواع السباقات اللي كانت بتدخلها. محرك الكاريرا الاولاني اللي قبل دي او ال 911 كان 2.7 لتر او 2700 سي سي. من سنه 85 او 84 تحديدا ابتدى المحرك يبقى 3200 سي سي. المحرك ده 6 اسطوانات تبريد هواء بيسموه البوكسر انجن او المحرك الفلات انجن اللي بالعرض. الموتور ده بيولد زي ما قلنا 282 حصان، وفي النسخه التوربو بيولد 330 حصان. تسارع العربية أو الأكسلريشن بتاعها من 0 لـ 100 في 4.9 ثانية، طبعا رقم زي ده في الثمانينات ومن قبله في السبعينات كان رقم كبير جدا. أهم حاجة في المحرك ده أنه تبريد هواء، يعني مفيش أي مشاكل سخونة، مفيش مية بتزودها. هي نفس فكرة محرك يعني مجازا الفولكس فاجن البيتل أو محرك الفولكس فاجن المشهور اللي كان بورش هي اللي عاملة الديزاين بتاعها. الكاريرا او 911 اتعمل منها 3 اشكال، الكوبي اللي هي المقفوله، والتارجا التارجا توب زي اللي معانا النهارده اللي السقف بيتشال يتحط في الشنطه، والكونفرتبل طلعت في اواخر الثمانينات. التارجا رجعت تاني تتعمل من الاشكال الجديده للكاريرا 911. ده كانت كل معلوماتنا النهارده عن البورش كاريرا 911 تارجا موديل 85. هنشوفكم في حلقه تانيه. انا الهامي عزت، بس قبل ما نمشي في حاجه مهمه قوي، ما ينفعش نتفرج على عربية زي دي وما نسمعش صوتها. اسمعوا معايا. لاحقا مرسيدس تكشف عن EMG E63 وهيونداي تعرض أزيرا الجديدة، عودة ماهندرا للأضواء، صور تشويقية لمازدا CX5. شركة مرسيدس كشفت عن موديل الـ AMG E63 والـ E63S اللي بيعتبر من أبرز الموديلات الرياضية اللي قدمتها الشركة. الأولى مزودة بموتور V8 Twin Turbo قوته
563 حصان ونقل حركة دور كلاتش من 9 سرعات ونظام دفع فورماتيك المعروف. أما الفئة الأعلى فقوة موتورها 603 حصان وبتوفر خاصية الدريفت اللي بتخليها تأدي زي عربيات السباقات. العربيتين هيظهروا في نهاية 2017. شركة هيونداي كشفت رسمياً عن الطراز الجديد الفخم جداً أزيرا اللي بيعتبر أعلى من سوناتا وأقل من جينيسيس. الجيل الجديد من أزيرا بيتميز بتصميم خارجي وداخلي مختلف وهيتقدم الشهر ده في السوق الكورية وبقية الدول مع بداية السنة الجاية. مهندرا بعد ما غابت عن الأضواء فترة طويلة نوعاً ما رجع مرة تانية بعربية جديدة كهرباء صغيرة 4 أبواب واسمها E20. الشركة الهندية أعلنت أنها تقدم العربية بأربع موديلات مختلفة والمتوقع أنها تكون حل مناسب للسواقة داخل المدن الزحمة، خاصة أنها تقدر تقطع مسافة 112 كيلومتر بشحن البطارية الكامل قبل ما تحتاج إعادة الشحن مرة تانية. مازدا عرضت صور تشويقية للجيل الجديد من طراز SUV المعروف باسم CX5 والمفترض أن الشركة تطرحه رسمياً في معرض كاليفورنيا اللي هيبتدي يوم 17 نوفمبر. الصور مش بتوضح تفاصيل كتيرة عن العربية بس واضح طبعاً أن تصميمها هيكون مختلف عن الجيل الموجود حالياً وأنها تكون أطول نسبياً وفي نفس الوقت أقل في الارتفاع من الموديلات اللي قبلها. المصمم السويسري المحترف فابيان أوفنر عرض مجموعة جديدة من صوره المميزة لصور عربيات سوبر مشهورة جداً وهي مفككة بشكل بيبان كأنها بتنفجر أثناء التصوير واللي بيسميها Disintegrating Photos. أوفنر استخدم نماذج العربيات المصغرة وفك كل القطع الموجودة فيها وصورها بزوايا معينة وبعد كده ركبها مع بعض بالشكل اللي بتظهر فيه في النهاية وكأنها بتنفجر. في فقرة المقارنة هتكون معانا عربية من أشهر العربيات في مصر، لا وكمان في العالم كله، هتكون في منافسة قوية مع منافس شرس هيقدمها لنا النهاردة خبيرة الجراج ياسمين سامي. العربية اللي معانا النهاردة من أصول يابانية حققت نجاح كبير في السوق العالمية وكمان المصرية، ظهر منها نسخ كتير منها الهاتشباك والسيدان. السيدان طبعا هو اللي حقق النجاح الكبير وبالذات في مصر. هنتكلم النهاردة عن الجيل الأخير اللي موجود منها وهو الجيل ال11 وده اللي شهد تغيير كبير جدا في الشكل وفي إمكانيات العربية والأوبشنز اللي فيها وهو اللي اتعمل له فيس ليفت. عربيتنا في المقارنة النهاردة تويوتا كورولا. أول ظهور لطراز تويوتا كورولا المعروف كان في سنة 1966 كطراز من فئة الكومباكت كارز يحل محل طراز تويوتا بابليكا الكلاسيكي. كورولا حققت شعبية ونجاح كبير جدا في الأسواق العالمية وفضل النجاح ده يزيد لحد ما بقت أكتر طرازات السيارات مبيعا في العالم في سنة 1974 وفضلت لحد الوقت أفضل طرازات السيارات مبيعا عالميا. تويوتا كورولا بتتنافس مع عدد كبير من الموديلات في السوق المصرية زي المازدا 3، الهوندا سيفيك، فورد فوكس وكمان السكودا أوكتافيا، لكن هنركز في الكومبارزون النهاردة مع المازدا 3 باعتبار انها اقرب العربيات اليابانية من تويوتا كورولا. تعالوا نشوف المنافسة النهاردة هتتحسم لصالح مين. لو بصينا بقى مع بعض على وش العربية هنلاقي ان اكتر حاجة مميزة فيه تصميم الفوانيس، هنشوف فيه الخطوط الحادة اللي بتدينا الطابع الكلاسيكي وفي نفس الوقت فيه كيرفات اللي بتدينا الطابع العصري الرياضي، واللي هنلاقيه برضو واضح في شكل اقصدام العربية العريض. وفي برضو حاجة مهمة جدا بتلفت انتباهنا وبتميز العربية هو البروز الواضح في لوجو العربية من قدام. فعلا العربية تصميمها مختلف جدا ومش هنلاقي زيه تقريبا. الشكل اللي موجود معانا النهاردة هو فيس ليفت الجديد اللي تعدل تصميمه الخارجي بمجموعة من التغييرات من ضمنها شكل الفوانيس الأمامية الـ LED الجديدة مع الـ Daytime Running Lights والشبكة اللي تغير تصميمها عن الموديل اللي قبله وفتحات التهوية اللي بقت أعرض نسبيا، ده بالإضافة لفوانيس LED الخلفية. أما تصميم مازدا فهو مختلف كتير عن كورولا. مازدا 3 بتتميز بأبعاد مثالية في فئتها، مفهوم كودو اللي بتتبعه مازدا في طرازاتها الجديدة بيخلي تصميم العربية يعكس القوة والجمال والرشاقة في الحركة وده بيخليها جذابة جدا، خاصة مع التصميم الرياضي للفوانيس الأمامية والخلفية والشبكة الانسيابية
وكمان السبويلر الخلفي اللي بيمتد من جسم العربية علشان يوضح التركيز على الانسيابية. الكورولا بتنزل بجنود 16 بوصة، أما المازدا فهي كمان بتنزل بجنود 16 بوصة. شخصية العربية المميزة واضحة جداً في الخطوط اللي على الكبوت. على مستوى الأبعاد، طول كورولا 4.62 متر، عرضها 1.77 متر، ارتفاعها 1.46 متر، أما طول قاعدة العجلات فهو 2.70 متر. الخلوص الأرضي زاد في الفيس ليفت وبقى 15 سنتي تقريباً، ووزن العربية 1305 كيلوغرام. أما مازدا 3 فطولها 4.58 متر وعرضها 1.79 متر، ارتفاعها 1.45 متر، أما طول قاعدة العجلات 2.70 متر. الخلوص الأرضي 16.5 سنتي، وزن العربية 1315 كيلوغرام. يعني العربيتين تقريباً قريبين جداً في الأبعاد وفي الوزن. موتور تويوتا كرولا 1600 سي سي 16 سباق بتكنولوجي دول في في تي اي. اما بالنسبه للمازدا 3 هو نفس الموتور 1600 سي سي و16 سباق، لكن ما فيهوش نفس التكنولوجي. تويوتا كرولا بتدينا 121 هورس باور، اما المازدا 3 105 هورس باور، ده معناه ان عزمها اقل شويه. وعزم موتور كرولا 154 نيوتن متر، اما عزم المازدا 3 فهو 143 نيوتن متر. طبعا ده بيأكد ان كرولا برضو اقوى. بالنسبة بقى للجير بوكس، هنلاقي ان موتور تويوتا كرولا متصل بجير بوكس 6 سرعات CVT، ده بيدينا سلاسة في الأداء وبيوفر لنا في استهلاك البنزين. أما بالنسبة للمازدا 3 الجير بوكس بتاعها 4 سرعات علشان تدينا عزم أكبر للعربية، وبرضو بتوفر في استهلاك البنزين. وبالمناسبة سعة تانك البنزين في تويوتا كرولا 55 لتر وفي المازدا 3 51 لتر، الفرق بينهم مش كبير قوي. صالون العربية هو انعكاس للشكل الخارجي للعربية اللي احنا اتكلمنا عليه، وبيأكد كمان على شخصية العربية اللي بتجمع ما بين الشكل المعاصر والشكل الكلاسيكي اللي احنا برضو مميز جدا اعتبرناه من الحاجات المميزة جدا في العربية. هلاقي ان ده واضح هنا من جوه من الخطوط الحادة والواضحة جدا الصريحة في العربية، حتى شكل السكرين واخدة شكل هندسي واضح. العربية بتركز كمان في تصميمها الداخلي على حاجتين، العملية وده واضح جدا من توزيع الزراير ووظائف المهام هنا في الكونسول العربية في النص، وبرضو بتركز على الراحة. العربية مريحة، فيها عوامل راحة كتير، القعدة أصلا فيها مريحة، مساند الراس، الفرش نفسه خاماته كويسة، فيه اهتمام برضو بالراحة في مساند الدراعات هنا في النص وكمان عند الباب. هنلاقي هنا برضو فيها حاجة، لو بصينا تحت نور الصالون هنلاقي ان في مكان نقدر ان احنا نخزن فيه او نحط فيه النظارة. هي العربية من جوة مختلفة تماما، ومش هنلاقي زيها في اي عربية تانية من نفس فئة. وبيبان حرص الشركة الشديد في الاهتمام بأدق تفاصيل التصميم والجودة العالية للمكونات علشان توفر اعلى مستويات المتعة لكل الركاب. التصميم الداخلي كمان بيأكد الشخصية القوية للعربية، وكل المكونات متمركزة حوالين السائق علشان تسهل وصوله ليها بشكل سهل من غير ما يفقد تركيزه على الطريق، خصوصا في ظل الخصائص الذكية وسهولة الاستخدام وأماكنها جوه العربية علشان تكون تجربة القيادة مختلفة عن أي عربية تانية. صالون مازدا 3 برضو بيتميز بطبيعة رياضية بتظهر مش بس في الشكل لكن كمان في المكونات والخامات المستخدمة. وفي تفاصيل تانية كتير زي تصميم الدريكسيون والجير بوكس والخياطة اللي موجودة في الكراسي وفرامل اليد، بالإضافة لاستخدام الجلد والكروم بشكل مكثف. تويوتا كرولا متوفرة في 3 فئات مختلفة، كل فئة طبعا فيها تجهيزات غير الفئة التانية. من أهم التجهيزات الموجودة في طرازات كرولا نظام المفتاح الذكي للدخول والخروج Smart Start Button، والعدادات الرياضية والتكييف الأوتوماتيك، ووصلة USB، حوامل الأكواب الأمامية والخلفية، الكونسول المركزي اللي بيضم وحدة تخزين والكروز كنترول، ده بالإضافة لعدد كبير من التجهيزات القياسية والإضافية المتوفرة لكل فئة. أما بالنسبة للمازدا 3 في منها فئتين بس، هما الكور والهاي لاين، وكل فئة برضو مختلفة عن التانية. من ضمنها الباور ستيرينج، فوج لايتس أمامية، مرايات جانبية كهرباء، زجاج كهرباء أمامي وخلفي، ضبط يدوي لارتفاع الفوانيس الأمامية، مسند يد أمامي، تكييف مانيوال، فتح التانك والشنطة من الداخل، راديو سي دي ام بي 3 ووصلة USB، دريكسيون مالتي فانكشن، بلوتوث لتوصيل التليفون، باور لوك للأبواب،
العدادات في الكورولا مصممة بشكل واضح، وأغلب التجهيزات متوزعة في الكونسول الوسطاني اللي بيندمج مع التابلو بشكل أنيق متجانس جداً. الكنبة اللي ورا مريحة في كورولا وكمان في مازدا 3، والعربيتين بيوفروا إمكانية طي الكراسي الخلفية بنسبة 40-60. من أول نظرة لظهر العربية دي في الشارع هتعرف إنها تويوتا كورولا. العربية فعلا ظهرها مختلف ومتميز جدا وغير بقية العربيات. أشهر حاجة فيها طبعا تصميم الكشافات اللي بيحاول إن هو بيحافظ على الطابع الرياضي والطابع الكلاسيك اللي احنا اتكلمنا عنه. وبالمناسبة أحب أكلمكم عن شنطة العربية. شنطة تويوتا كورولا مساحتها 360 لتر، المازدا 3 مساحة شنطة العربية 414 لتر، وبكده المازدا 3 بتتفوق في مساحة شنطة العربية على تويوتا كورولا. تويوتا كورولا بتوفر عدد كبير من تجهيزات السلامة وحماية الركاب، من ضمنها نظام المساعدة في الركن Simple Intelligent Parking Assist، والإضافة الذكية مع الفرملة بشكل طارئ، والكراسي بتكنولوجي WIL لحماية وراحة الركاب، والإيرباجز الأمامية والجانبية. مازدا 3 كمان بتوفر تجهيزات أمان كتيرة زي فرامل ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD وبارك أسيست وإيرباجز أمامية، وهايلاين بتوفر تجهيزات إضافية من ضمنها إيرباجز جانبية وخلفية وباركينج سنسور خلفي. في الآخر نقدر نقول إن العربيتين قريبين جداً من بعض، لكن على مستوى الشكل الخارجي واضح إن تويوتا كورولا مع التعديلات الجديدة اللي اتعملت في الفيس ليفت بقى شكلها متطور جداً عن أي موديل ظهر قبل كده. وعلى مستوى استهلاك البنزين العربيتين مميزين جداً، لأن التوفير من أهم الحاجات اللي بتميز العربيات اليابانية. أما لو اتكلمنا عن مراكز الخدمة هنلاقي إن كورولا بتحظى بدعم من مجموعة الفوتيم المعروفة بسمعتها الكويسة جداً في مجال خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع المميزة. ومازدا 3 كمان بتحظى بدعم الوكيل قوي جداً هو مجموعة جي بي غبور أوتو اللي بتوفر مراكز خدمة كتير جداً منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، ودي برضو ميزة كبيرة على مستوى خدمات ما بعد البيع. أخيراً على مستوى السعر هنلاقي إن سعر العربيتين بمختلف فئاتهم متقارب جداً. ودلوقتي مع بند جديد من بنود قانون المرور عشان نعرف حقوقنا وواجباتنا. المخالفة نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر بالنسبة لمركبات الأجرة. الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه. العقوبة لا يوجد. لاحقاً المنافسة تشتعل في فورمولا 1 وأسرع قيادة على العجلتين نيسان روغ وحرب الكواكب. شغل سيارتك بالآيفون. جاستن بيبر المغني الأمريكي المعروف لقطته كاميرات المصورين وهو سايق عربية بسرعة جنونية في شوارع مدينة تشيشاير في إنجلترا بشكل سبب الرعب لكل العربيات اللي حواليه. جاستن كان موجود في إنجلترا خلال جولته الغنائية الأخيرة، والمصورين لقطوا ثلاث عربيات من ضمنهم عربية كان سايقها بيبر بنفسه وهي بتخرج من البيت اللي كان مقيم فيه وبتجري بالشكل الغريب ده. المنافسة على صدارة الفورمولا 1 اشتعلت مرة تانية، خصوصاً بعد الفوز اللي حققه لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس في سباق الجائزة الكبرى في أمريكا، واللي قدر بيه إنه يقلل الفرق بينه وبين زميله في الفريق نيكو روزبرغ ل 26 نقطة، وكده بيفضل ثلاث سباقات تانية للفورمولا 1. روزبرغ احتل المركز الثاني في السباق عشان تتأكد صدارة فريق مرسيدس للبطولة، أما المركز الثالث فكان من نصيب دانيال ريكاردو سائق فريق ريد بول. بمناسبة التحالف الجديد اللي عملته مع شركة لوكاس فيلمز، نيسان عرضت فيديو بيربط عربيتها الجديدة روج بالجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي ستار وورز واللي اسمه بالمناسبة هو روج 1. الفيديو الجديد مدته 30 ثانية بيستغل شخصيات وأحداث الفيلم مع عربية نيسان. Take on any galaxy with a car that could stop for you. Simulation complete. The new Nissan Rogue. Rogue One, a Star Wars story. In theaters December 16th.
الفنلندي فيزا كيفيماكي حطم الأرقام القياسية لأسرع سواقة على عجلتين بعربيته البي أم دبليو موديل 335i، وبكده بيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. التجربة تمت تحت رعاية شركة نوكيان للإطارات اللي وفرت الكاوتش المضاد للرصاص اللي استخدمه كيفيماكي. الرقم القياسي السابق كان متسجل سنة 1997 باسم السويدي جوران إيليسن، وكان بسرعة 181.25 كيلومتر في الساعة. أما الرقم الجديد اتسجل فكان 189.26 كيلومتر في الساعة. شركة أبل الأمريكية بتحاول في الوقت الحالي إنها تحول الزرار الموجود على تليفونات أبل لمفتاح عربيتك، وده من خلال خاصية التعرف على بصمة الصباع المتوفرة في موبايلات آيفون الحديثة. أبل عاوزة تربط البصمة بنظام CarPlay المخصص للعربيات، بحيث تقدر العربية تفتح وتشتغل بمجرد التعرف على بصمة صاحبها. ومن المتوقع أن الخاصية الجديدة دي هيبدأ ظهورها في العربيات مع نهاية سنة 2017. علامة فيت خدت الجائزة الذهبية في مسابقة كليو كي آرت لأفضل حملة ترويجية، وده عن الإعلان اللي عملته بالتعاون مع بارمونت بيكتشرز لعربيتها الكروس أوفر 500X، واللي استعانت فيه بشخصية ديريك زولاندر المعروفة من سلسلة أفلام زولاندر، واللي بيقوم بدور الممثل الأمريكي المعروف بن ستيلر. I know. I was driving while hot. ودلوقتي تعالوا نعرف تاريخ شركة هيونداي. اسم هيونداي بيرجع لسنة 1947 مع تأسيس مجموعة هيونداي في مدينة سول بكوريا الجنوبية على إيد تشونغ جو يونغ، اللي بدأ نشاط الشركة في مجال البناء وقدروا يحولها لاحقاً لمجموعة صناعية عملاقة أدارها بنفسه لحد وفاته سنة 2001. شركة هيونداي موتور كومباني كانت واحدة من الشركات اللي أسسها يونغ ضمن مجموعة هيونداي سنة 1967، وكان أول موديل ليها هو كورتينا اللي تم تطويرها بالتعاون مع فورد سنة 1968. وفي سنة 1974 الشركة قررت تعمل أول عربية من إنتاجها بالكامل، وهي العربية الشهيرة جداً بوني، واللي بتعتبر أول عربية كورية الصنع. العربية تصدرت السنة اللي بعدها للإكوادور، وبعدها لهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وفي سنة 1984 اتصدرت كمان لكندا. وفي سنة 1985 الشركة أنتجت العربية رقم مليون من بوني، وبعدها بسنة دخلت هيونداي للسوق الأمريكية بموديلها الثاني وهو إكسل المعروف، اللي اختارته مجلة فورتشن كواحدة من أفضل المنتجات في العالم بسبب سعر المناسب، وده بالمقارنة بالمواصفات الكثيرة اللي بيوفرها. ومع سنة 1990 الشركة وصلت لعلامة فارقة في تاريخها بعد ما وصل إجمالي العربيات اللي أنتجتها 4 مليون عربية. وفضلت الشركة تكبر وتتوسع وتطور في مستوى الجودة، واستثمرت بكثافة علشان تثبت أقدامها كواحدة من ماركات السيارات العالمية المعروفة، لحد ما تم تصنيفها في المركز الثاني في الجودة، وده كان في الدراسة اللي بتعملها جي دي باور أند أسوشيتس، وقدرت كمان إنها تشتري 32.8% من أسهم كيا موتورز الكورية، وكونوا مع بعض مجموعة هيونداي موتور جروب. ودلوقتي مع نصايح جديدة عشان تحافظ على عربيتك هتقدمها لنا بسنت الحسيني. أهلا بيكم في فقرة التيبس. جمعت لكم النهاردة 8 معلومات مهمة جدا عن الفرامل، لكن الأول خلونا نعرف تاريخ الفرامل كان إيه. أول قانون ظهر لحظر السرعة كان سنة 1865، وكان اسمه Red Flag Acts. كان بيلزم شخص يجري قدام العربية بعلم أحمر يحذر الناس بوجود عربية جاية على الطريق، وكانت السرعة القصوى داخل المدينة 3 كيلومتر، أما السرعة القصوى خارج المدينة 6 كيلومتر. وطبعاً كان من الصعب جداً إنك تعتمد على الفرامل إن هي أصلاً توقفك في الوقت اللي أنت عايزه، وده كان بسبب الخبرات القليلة في مجال الصناعة في وقتها، وعشان كده ظهرت لنا أنواع مختلفة من الفرامل. الفرامل كذا جزء، تيل وديسك وزيت،
والنهارده هنتكلم عن التيل. ايه اساسا التيل وايه الأبقاب؟ ببساطه شديده جدا، التيل والأبقاب هما شكلين مختلفين للجزء اللي بيمنع العربيه عن الحركه، وده بيكون عن طريق احتكاكه بجسم الطنبوره. خلونا نبتدي بالمعلومات اللي جمعتها لكم النهارده. واول معلومه عن نوع الفرامل. احيانا بنلاقي الفرامل الاماميه بتبقى تيل والخلفيه بتبقى أبقاب، لكن كمان بنلاقي ساعات ان الفرامل الاماميه والخلفيه ممكن تكون نفس الشيء، سواء أبقاب او تيل. ثاني حاجه، عيوب الفرامل، ودي بتظهر لما تلاقي الدواسه تحت رجلك محجره، يعني مش بتتحرك او مش بتاخد تاثير الفرامل، وساعات بنلاقيها خفيفه في الاول وبتتقل بعدها حبه حبه. ساعتها انت لازم تاخد عربيتك وتشوف فين المشكله بالظبط. ثالث حاجه، امتى تغير التيل؟ ببساطه تغير التيل لما تخانه ماده الاحتكاك الرصاصي تقل عن نص سنتيمتر. رابع حاجه، فحص الفرامل. لازم تعمل تشيك على تخانه تيل الفرامل من وقت للتاني، لان معدل التاكل بيتغير كل واحد وحسب استخدامه. وكمان خد بالك ان معدل تاكل الفرامل الاماميه بيبقى مختلف عن الفرامل الخلفيه. وكمان لازم تاخد بالك من تاكل الاطراف، لانه لو مش متساوي ساعتها هيكون في مشكله. خامس حاجه، لمبه الفرامل. اول ما لمبه الفرامل تنور في التابلو محتاج تعمل فحص سريع على الفرامل، واتكلمنا عنها في حلقه الاشارات. سادس حاجه، ازاي تشتري الفرامل. كل اللي هتحتاج انك تقوله مكان التركيب امامي ولا خلفي وموديل العربيه. وللمعلومه، طقم الأبقاب او التيل 4-2 يمين و2 شمال. سابع حاجه، ازاي تتاكد من جوده التيل. اتاكد دايما وانت بتشتري التيل انه حاصل على علامه الاي مارك، والاي مارك بتضمن لك ان التيل متصنع ومختبر طبقا للمواصفات الاوروبيه. تامن حاجه والاخيره، لازم تجرب الفرامل قبل ما تتحرك بالعربيه. جرب الفرامل على سرعه بطيئه، وتأكد من مستوى وحركة البدال ومستوى الزيت الباكر، وتوصلوا بألف سلامة. ودلوقتي يجي وقت الركنة في الجراج. المسؤولية المجتمعية أو Social Responsibility جزء مهم جداً من نشاط أي شركة، وعدد كبير من شركات السيارات في مصر بقت بتقوم بدور كبير لخدمة وتنمية المجتمع المصري من خلال الأنشطة المجتمعية اللي بتقوم بيها، سواء كانت تبرعات أو أعمال خيرية أو تنمية المناطق العمرانية والخدمات الموجودة فيها زي المدارس وغيرها، أو حتى تجميل الشوارع ورعاية الرياضات المختلفة والمتفوقين في كل المجالات. كل دي أشكال مختلفة لخدمة المجتمع، لأن الشركات بتكبر مع المجتمع اللي هي موجودة فيه، ولازم تنمي المجتمعات اللي هي بتشتغل فيها. وبسبب أهمية الدور اللي بتقوم بيه مجموعة من شركات السيارات في مصر علشان النهوض بالمجتمع، كان لازم الظاهرة دي تكون معانا النهاردة ركنة صح، علشان نشجعها إنها تستمر وتكبر. لو عندكم أي سؤال يخص العربيات ابعتولنا على صفحة برنامج الجراج على فيسبوك، وإحنا هنرد على كل أسئلتكم. ودلوقتي هنرد على بعض الأسئلة اللي جات لنا الأسبوع اللي فات. محمد بيسأل، مين أحسن، اللامبورجيني ولا الفيراري؟ الإجابة على السؤال ده هتبقى صعبة جداً، لأن ما ينفعش نقول إيه أحسن، البي أم ولا المرسيدس ولا الأودي. كل شركة مميزة بطريقتها بتختلف عن التانية، وكل شركة طبعاً ليها عملائها اللي ليهم ولاء كبير جداً ليها، وفي النهاية الاختيار بيرجع على قدرتك المادية وارتياحك للعربية. محمد هاني عجبه البرنامج وبيقول، يا ريت نعرض مشاكل الطرق والمرور. محمد، احنا بنعمل كده فعلاً، وتقريباً ناقشنا المشاكل دي في معظم الحلقات البرنامج. حسن عبدالله بيسأل عن ميعاد تطبيق الإفراج الجمركي لعربيات المصريين في الخارج. الحقيقة احنا عرضنا الموضوع ده بتفاصيل كبيرة جدا، الموضوع لغاية دلوقتي بيتدرس وما اتخدش فيه اي قرار. هامر هامر بعت وبيسأل عن عربيات الهامر وليه ما عادتش بتنزل. شركة هامر كانت تابعة لشركة جنرال موتورز الامريكية، وبسبب الازمة المالية العالمية في 2008 اضطرت الشركة انها تقفل قطاع انتاج هامر في 2010، واخر عربية انتجتها هي كانت H3. محمد عايز يشوف تور درايف لدوج تشارجر. بنوعدك يا محمد ان احنا نقدم لك العربيه دوج او اي موديل تاني من دوج في الحلقات اللي جايه. لو عندكم اي سؤال عن اي عربيه من العربيات ابعتوا لنا على صفحه الجراج على فيسبوك، ولو فاتكم اي حاجه من حلقه النهارده تقدروا تشوفوا الحلقه كامله على قناه الجراج على يوتيوب. استنونا الحلقه اللي جايه في نفس الميعاد. مع السلامه.